حضرتك هنا ايه الخطوه ديت، وانت ايه فكره ان انت مراقب لهذا العمل؟ الحجر الزراعي المصري موجود له مندوبين في قلب محطات فرز والتعبئه زي المحطه اللي احنا موجودين فيها النهارده، محطه تصدير الموالح. مهندس الحجر الزراعي بيبقى موجود عشان يتاكد ان الخام اللي جاي للمحطه مطابق يقدر نقدر نشغله على الخط ونطلع منه جوده كويسه. بيقدر نتاكد ان الخام نفسه جاي من مزرعه مكوده في البدايه طبق الاشتراطات الحجر الزراعي. اول حاجه المزرعه، المزرعه لازم بيشترط فيها ايه؟ بيشترط ان كل دوله بيبقى ليها بعض الاشتراطات، يعني اشتراطات الصين غير اشتراطات نيوزيلندا غير اشتراطات استراليا. بتاكد ان الاشتراطات دي موجوده، يعني في مصايد موجوده في قلب المزرعه تم استخدام مبيدات مصرح بيها، في سجلات للمزرعه للري وللتسميد والكلام ده كله، وبعد كده المحصول بتاع المزرعه يعني ده بيتنقل هنا. دفتر احوال المزرعه معاك من اول الزراعه لحد الصين عايزه مواصفه، اليابان عايزه مواصفه، ايطاليا عايزه مواصفه، انت مهمتك تحقيق المواصفه. تحقيق المواصفه ده في المزرعه، بدايه من المزرعه. لما جينا هنا بقى مهندس الحجر الزراعي بيستقبل الخام على البوابه، بوابه دخول الخام اللي احنا استقبلنا الخام وتاكدنا ان هو ينفع يدخل التشغيل في المحطه. ببدا اراقب عمليات التشغيل، يعني المرحله اللي احنا فيها دلوقتي دي مرحله الغسيل، دي اول مرحله بعد استلام الخام خلال المطهرات ومن خلال الميه. المطهرات مسموح بيها ومعظمها في محطات كتير بتستخدم الميه والصابون بس عشان خاطر ما يبقاش فيه متبقيات مبيدات في قلب البرتقال. بعد كده بعد الغسيل بتخش المرحله الثانيه، مرحله التجفيف، بجفف البرتقال بعد ما انت هنا ممكن تعترض على ايه؟ انا هنا ممكن اعترض على في البدايه خالص، لو في اعتراض بعترض عليه من ساعه استلام الخام وبرفض العربيه في حال وجود وخزات ذبابة فاكهه، لو لقيت ان في حشرات او اصابات حشريه اعلى من المسموح به ومش هقدر اسيطر عليها اثناء الفرز، فانا برفض الخام الاول. مالكش علاقه انت بالحجم. الحجم في بعض الدول بتشترط احجام معينه، فانا بطبق اشتراطاتها. إيه مثلا؟ يعني مثلا زي السودان بتشترط الاحجام اللي هي الصغيره. كويس. في دول تانية بتشترط الاحجام الوسط. نادر قوي من الدول انها بتشترط الاحجام الكبيره، لكن في بعض الدول بنصدر لها احجام كبيره بس تبقى محتواها من السكر ومن الميه بتاعتها بتبقى عاليه ومحتواها. الثمره المصريه ديت اللي انا شايفها ميزاتها ايه؟ ايه اللي مخليها دلوقتي كله متلهف عليها وعايزها؟ طبعا محتواها العالي من فيتامين سي، واللون بتاعها مميز جدا. اللون بتاع الثمر البرتقال المصري مميز جدا، ما هوش البرتقالي الغامق قوي اللي احنا هنا ما بنستسغوش كذوق مصري. واللون بتاعها متجانس، اللون بتاع البرتقال المصري متجانس. والطعم طبعا ده لون ناس كتير جدا بتحب الطعم المسكر في قلب الثمار البرتقال المصري بخلاف بعض الموالح التانية اللي بيبقى ليها الطعم بتاعها اقل في الحلاوه. كويس. نسبه العصير برضو في البرتقال بتاع العصير في مصر عاليه. نسبه العصير عاليه في البرتقال المصري، يعني ده برتقال فالنسيا او زي ما بنقول صيفي، ده بيبقى رايح اساسا لاغراض العصير. فنسبة العصير في البرتقال المصري بيخلي المصانع بره بتاخد منه كميات كبيره جدا. انت رجل مراقب مهم في وزاره الزراعه على كثير من المزارع، السر وراء زياده تصدير الموالح المصريه؟ السر وراء زياده تصدير الموالح المصريه في الفتره الاخيره طبعا الالتزام الكبير جدا في تطبيق اشتراطات الدول بره، فده بيخلي ان الدوله ما ترفضليش اي شغل رايح لها، بتزود الثقه في المنتج المصري. الاتحاد الاوروبي قلل الفحوصات اللي كان بيعملها العشوائيه، كان بيعمل فحوصات عشوائيه على المنتجات المصريه، قللها لادنى حد، وقدرنا ان احنا نصدر كميات كبيره جدا للسوق الاوروبي، سوق الاتحاد الاوروبي. روسيا كذلك برضو زودت استيرادها من البرتقال المصري نظرا للسمعه الطيبه والجوده العاليه له هناك. ما اترفضلناش شحنات السنه دي؟ حتى الان لسه ما جالناش اي اختيارات رفض، جالنا اختيار رفض واحد فقط من اجل زياده نسبه متبقيات المبيدات في احدى الشحنات المصدره للاتحاد الاوروبي، وبنحقق فيه حاليا بنحقق فيه. بنحققه في ايه بقى؟ بنحقق، بنشوف المزرعه نفسها هل استخدمت مبيد محظور او حاجه مخالفه، ولو ثبت التحقيق ان المزرعه مخالفه. شحنه من كام شحنه؟ احنا صدرنا كميه كبيره السنه دي، تقريبا قربنا ل 200,000 طن في اول شهرين، في اول 15 يوم من السنه. اول 15 يوم 200,000 طن؟ توقعاتك ايه؟ ان شاء الله هنفضل متصدرين المشهد، وهنفضل متصدرين اكثر دول تصدينا للموالح السنه دي ان شاء الله. يمكن الكميه تنخفض عن السنه اللي فاتت شويه لبعض الظروف الخارجه عن الاراده،
لكن ان شاء الله هنفضل برضو متصدرين الدول المصدره للموارد.